إن تنزيل مقتضيات قانون الإطار 51/17 قد أخرج المنظومة من المزاجية السياسية وأعطاها سنداً قانونياً وتشريعياً يسمو على اللحظة السياسية المتغيرة. إن التضامن الجامعي المغربي وهو يستحضر مضامين نموذج تنموي جديد الذي جعل من الرأسمال البشري محدداً حاسماً لنجاحه. بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على دعوتكم القيمة التي تحمل بين طياتها أصدق مشاعر الود والوفاء برسالة نبيلة في إطار البعد التضامني المرتبط بأصوله والمستوحى من قيم التعاضد الذي يجمع بين التضامن الجامعي المغربي والتعاضد العام للتربية الوطنية التي تنبني أسسه على مبدأ التضامن والتكافل. كما أود أن أعبر لكم عن شكري لمبادرتكم الداعمة للنقاش والتفاعل مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بأهم الأوراش الكبرى التي تشكل إحدى التوجيهات الملكية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية. هذا الورش الكبير الذي يشكل تجسيداً لرؤية ملكية شمولية من أجل النهوض بالجانب الاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية وجوهر كل سياسة تنموية. بطبيعة الحال ملي كنهضروا على إقليم آسفي، شي حويجات ما تقالوش على الإقليم الآسفي، والأخوات والإخوة واحد العدد ديال المتدخلين أنه ما شافش ليها. مثلا ملي كنجبدوا التعاضدي ديال الأسنان إحداث مقر جديد، كلكم كنتوا كتعرفوا التعاضد ديال الأسنان قبل فين كانت حدا المديرية الإقليمية، وكانت واحد الوضعية يرثى لها، تبدل المقر ولا مقر جديد، التعاضد ديال الأسنان بتجهيزات جديدة، المستخدمات تما خدامين على قدم وسط، كاين واحد الإنتاج مزيان بالنسبة لي أنا كنشوف هنا. كذلك فتح إخواني اللي ما دخلوش، كاين فتح واحد المكتب ديال الاتصال بإقليم صويرة، لأن كانوا الملفات ديال إقليم صويرة كلهم كينزلوا للأسفي. دابا حتى الأخت اللي جات عندنا فاطمة هي كاينة معنا، والمستخدمة اللي كاينة في إقليم صويرة جات هي معنا، كنحيو من هذا المنبر. إذا سعيد بتواجدي في مدينة أسفي في هذه القاعة الجميلة لتأطير يوم تواصلي اللي نظمته أو اللي نظمه المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي. أعجبت بهذا الحضور المتميز ديال جميع الفئات ديال الأسرة التعليمية، تنظيم محكم، تساؤلات وترافع متميز حول القضايا التي تهم المنخيطات ديالنا والمنخيطات ديال الإقليم. كننزف البشرى أولا ديال انه اخواننا المنخرطين والمنخيطات ديال هذا الاقليم العزيز انه غادي نعطوهم او لا غادي نلقاو واحد المقر اجتماعي يليق بالكرامه ديالهم. هذا مطلب ملح، فكنتجاوب معهم بشكل سريع وكنقول بانه في الايام المقبله غادي يكون مقر اجتماعي يليق كما قلت بالكرامه ديالهم وفيه مواصفات عاليه. لقاء تواصلي بين مؤسستين عندهم هم مشترك هو العمل التعاضدي، هو التضامن، هو التآزر، هو خدمة نساء ورجال التعليم، هو إبداع أفكار من أجل تطوير الأداء ديال التعاضدية. كانت مجموعة ديال المشاكل المطروحة اللي هي داخلية وحاولت نتجاوب معها، كاينة مشاكل اللي هي وطنية أكيد غادي نرفعها للمجلس الإداري. اليوم لقاء ناجح بكل المقاييس، كنشكر كل القائمين على هذا اللقاء هذا، وأنا مستعد باش نتواصل بشكل مستمر مع المنخيطات والمنخيطين في إطار لقاءات وطنية. كنشكر الجسم الإعلامي اللي واكبنا كل الفاعلين، وتحية رمضانية للجميع. شكيب الخاي الكاتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي بأسفي وعضو مجلس وطني، اليوم نظم المكتب الإقليمي لقاء تواصليا مع مراسلات ومراسلي
تضامن الجامع المغربي ومع كافة نساء رجال التعليم بالإقليم عبر هذا اللقاء اللي أطروا الكاتب الوطني للتعاضدية عامة للتربية الوطنية الأستاذ ميلود معصيد. بطبيعة الحال هذا اللقاء اللي كان فيه واحد نوع من النقاش الصريح، ما كانش فيه لغة الخشب، نقاش اللي تم خلاله الاستماع إلى مطالب نساء رجال التعليم الأسفي. إلا كانت من إيجابية لهذا اللقاء هو أننا استطعنا كأسرة تعليمية بأسفي أننا نحصل على وعد باستبدال المقر للتعاضدية العامة التربوية الوطنية، اللي حقيقة مقر ليس في مستوى تطلعات نساء رجال التعليم بالنظر للموقع ديالو وبالنظر الإكراهات اللي كيعانيوها نساء رجال التعليم خاصة ذوي الأمراض المزمنة والسن المتقدمة. فهذا مكسب بطبيعة الحال سنواصل على نفس المسار عبر كتضامن جميع بطبيعة الحال عبر لقاءات أخرى. نحن الآن في تواصل مع لافونداسيون محمد السادس، مؤسسة محمد السادس الأمانة الاجتماعية للتعليم، وسنكون في القريب العاجل على موعد مع تنظيم لقاء آخر اللي غنتحدث هذا اللقاء أو هذه اللقاءات كتجي في إطار الشراكات اللي عقدها المكتب الوطني للمنظمة تضامن الجامع المغربي مع هذه التنظيمات. بطبيعة الحال نحن منفتحون على جميع المؤسسات، جميع التنظيمات اللي الهدف ديالها هو خدمة نساء رجال التعليم. وشكرا لكم. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المالي، عضو المجلس الوطني للتضامن الجامعي المغربي وعضو المجلس الاداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية والكاتب الاقليمي للتضامن الجامعي المغربي فرع الحي الحسني بالدار البيضاء. تواجدي هنا لحضور هذا العرس التواصلي الذي قام به فرع التضامن الجامعي المغربي بأسفي هو يدخل في إطار الخطر الاستراتيجية للتضامن الجامعي المغربي، واستضافته للسيد رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية سي ميلود معصيد الذي نكن له الاحترام والتقدير، والذي بفضله كان هذا العرس التواصلي في هذه القاعة المباركة. التكريم كان مستحق لعدة فئات من وزارة التربية الوطنية، أطر وزارة التربية الوطنية كالمراسلين ومراسلة تعاضدية تضامن جميع ومنخرطات ومنخرطي تضامن تعاضدي العامة للتربية الوطنية. كذلك السيد الرئيس أبى إلا أن يسلم بيده منح تقاعد لبعض الأساتذة والأستاذات الذين أحيلوا على التقاعد، كما سلم بعض المنح لبعض العراميل زواجات المنخرطات والمنخرطين. أشكركم أنتم النساء ورجال الإعلام على تغطيتكم لهذا الحفل البهيج وهذا اللقاء الذي نريد أن يتكرر في جميع الأقاليم، وشكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومسلمة.